نوع على والدي. ما تعرف ما ديك السيده الله ما تجي معايا واحد شنها جيبها صافي كتقولي بغات نمشي عندي معايا جيبها انت ما كتعطيني بزاف جي مرحبا لا انا شنو نعطيكم على الخير والحسن كتجيو تشوفوني في سيري ونجيو ديما جيو ديما باش نجيبو شي هنا ماشي هنا طيب صافي دابا ما بقاش غيجي من جابو الوقت يجي علاش ما يجيش مساء النور مساء الخير مشاهدي قناة شوف تي في مرحبا بكم مباشرة من نواحي مدينة خريبكة وبالضبط من بولانوار بولانوار اللي كتبعد على مدينة خريبكة بخمسة كيلومتر مشاهدينا سبق لنا ودرنا فيديو مع أمي رحمة ياك أمي حادة عفوا مع أمي حادة اللي كانت يعني بغات توضى اكيد غادي نحاول نذكركم بالبيت ديالها مشاهدينا كانت بغات توضى في هذا المكان هذا مشاهدي قناه شوف تي في يعني وكانت واحد السطيله ديال الوضوء عامره بالماء طايب وهي جالسه على الارض تزل عليها هذاك الماء وتحرقات من المؤخره ديالها يعني كان داك المؤخره ديالها كانت كتولد الماء داك الحريق كيولد الماء مسكينه يعني لولا تدخل يعني الطبيب حمزه اسدير اللي كان يعني شافها اسدير نعم حمزه اسدير دكتور حمزه اسدير طبيب في مستشفى الحسن الثاني بمدينه خريبكه اللي كان شاف امي حاده على المباشر ودار التدخل ديالو قال لك انا امي حتى غادي نتعالج نعالجها وغادي نتكلف بالعلاج ديالها وغادي نديرها مهمتي وفعلا مشاهدينا وفى بالوعد ديالو كيجيها يوميا وتيداويها تكررت ليها داك الجرح داك الحريق والدواء من عنده ويجيب ليها الكينة ويعالج الله يجازيه بخير ففعلا مشاهدي قناة شوف تيلي ملي كتكون الإنسانية ومهنة شريفة مهنة الطب مهنة شريفة ولكن ملي كتجتمع مع الإنسانية ما شاء الله كتعطينا طبيب في المستوى بحال حمزة أسدير الله يجازيه بخير من هذا المنبر لكل متتبعي قناة شوف تيلي تيقولوا له الله يجازيك بخير كذلك مشاهدينا ما نساوش نشكروا واحد السيده حتى هي اتصلت من بعد المباشر ديال شوف تي في وقالت لامي حاده ما باقيش تهزي الهم الماء والضو الماء والضو حيت امي حاده قالت انا ديما هزه الهم الماء والضو وكتمشي الجمعه للجمعه كتمشي لمدينه خريبكه تطلب باش تجيب باش تعيش ديك السيمانه وتجمع الفلوس ديال الماء والضو قالت لها امي امتي ما باقيش تهزي الهم الماء والضو غادي نبقى نخلصهم يعني الحمد لله بعد فيديو شوف تي في جوج الحوايج زوينين الاولى طبيب تدخل سي حمزه اسدير تدخل وجاو كجا لعندها وكيعالجها يوميا السيده حتى هي واحد المحسنه من مدينه خريبكه حطات عليها داك الهم ديال الماء والضو كذلك مشاهدينا ما نساوش نترحموا على مول هذا الدار اللي عاطيها ليها وقبل ما يتوفى وصى وليداته وقال لهم هاد السيده ما تخرجوهاش من هاد الدار حتى تقنع ولا يديموا الامانه امانته الله يرضي على وليداته داروا بالوصيه ديال باهم وهو الله يجعلها له في ميزان حسناته والله يرحمه ويوسع عليه يا رب خرجتي هاد السيده من الزنقه خرجتي هاد السيده من من من, من التكرفيس خرجتي هاد السيده حطت الهم ديال الكره والله يرحمه ويوسع عليه ويحفظ له وليداته اللي داروا بالوصيه ديال الاب ديالهم خليكم معنا مشاهدينا نسمعوا من امي حاده ونسمعوا من البنات اللي كانوا هما اللي تواصلوا معايا باش وراوني الحاله ديال امي حاده ومتبعين معها وتيشوفوها يوميا اذا خليكم معنا نسمعوا امي حاده هي الاولى تفضلي امي حاده احكي لينا امي حاده شنو كان بعدا وقع لك حتى تحرقتي شنو وقع ليا سخنت السطله ديال الماء وحطيت البوطه حدايا وبغيت نكب السطلة في السطل الكبير زلقت السطلة وتجي فوقي جات فوقي نحطت النوطة طارت الجلدة صافي طارت درت هكايا شفت الجلدة هكا في يدي قلت لها ما كاين باس صافي ما كاين وكملت تدويشة ودقشت وصبيت وصيقت وغسلت الماعن الغد لقيت الصباح ميها صافي بلا تطلق الماء عاد تطلق الماء دوك اللي ما فقوسينش عامرين بالماء ودوك الفلوسين عادي دايزين ندير الماء نعم ملي صورنا معك امي انتي وحكيتي لينا
اتصل بنا الطبيب حمزه اسدير لي اليوم تتقولي له ولدي. اللي ولدي وجع عدي وداواني ودواء ربي وهكا وجيتو معاه. هو ولدي وانتوما بناتي. والله يرضي عليك. تهلا فيك اميمتي. اجي تهلا فيك قال انتوما ولا هكا. تجي تطلعوا عليا وتجي تشوفوني وتجيبوا ما تلقى ما ناكل وما نشرب الله يجيكم الخير. باش حسيتي اميمتي ملي كتشوفي الطبيب جا لعندك؟ كنحس قلبي تفك عليا. وخاطري فرح للطبيب يعني حنا مولفين حنا اللي نمشيو عند الطبيب انت الطبيب تيجي عندك حتى للدار ما ايه يا اختي مسكين وقلبي تيفرح ملي تيشوفكم واش تيشنط عاد نترجع وانا نوض شحال من واحد وداز وشحال من واحد وقف وشحال من واحد ما ديتهاش فيه ملي شفتكم انتما وقفت قلت هذوك البنات جاو عندي الله يرضى امتي قالوا لي البنات واحد النهار ملي جا الطبيب قلتي ليهم ما عنديش باش نخلصو ايه الدو لا حسبت انت بغيتي تخلصي الطبيب قلتي لهم ما عنديش باش نخلصو لا ما عمرك لا قلتي لنا امي حد عقلتي باش قلنا لك قلنا لك غتجيبوا لك الطبيب قلتي لنا ولا خاصني نوجد ايه هو يقول لك لا انا ما انا ما كنتخلصش هو جاي لي لا دارت بحال مويمتو دار لي بحال مويمتو انتما بحال بناتي الله يرضي عليكم ملي تيجي عندك مويمتي كيفاش كيتعامل معاك كيتعامل معايا مزيان لا انتما ولا هما كيفاش تي تكررت لك تينقي لك داكشي تينقي لك تيدير لك الدواء وتدوي معايا وتتفوق جوع لك واش كيدير لك غير الدواء يعني غير في داك الحريق اللي عندك ولا كيعطيك شي كينه شي حاجه عطيه الكينه عطيني الكينه تنشرب تجيب لها الكينه ديالها دابا مونتي باش كتحسي كنحس بشويه الحمد لله شويه ما بقاتش تاكلني انت بعدا جالسه داك النهار كاع ما يقدرش يتقلى ما كانتش تاكلني كي كانت ولات كتجلس قعدت نجلس ها دوك رانا كاع ولات كتطبل امي هادا واخا تاكلني قعدت نجلس عليها باش تبرم مزيان الحمد لله امي هادا شنو تقولي لهاد الطبيب شنو تقولي ليه؟ تقولي الله يرضي عليك والله يسهل عليك لا انتوما ولا هو والله يوجد ليكم شنو تقولي للسيده امي هادا اللي قالت لك ما باقيش تهزي الهم الماء والضو انا نخلصو لك شتي هذيك ربي اللي كمل ليها وربي معاكم ومعاها وربي يا بنتي وقال لي باصل بكل شيء وانا تنعيش بوحدي الليل وحدي والنهار وحدي لكن انت تجي تشوفني دابا قلتي ولا عندك ولد دابا ولدي تاتا ديالي الولد هو الطبيب وحنايا ونادية ياك امتي نسمعوا منك سناء تانتيا يعني احكي لنا سناء تفاصيل وكيفاش نتوما اللي كنتو كتجيو انت والاخت يعني كتجيو يوميا نتوما والطبيب وكتشوفوها وكتطلعوا عليها وكتضحكوا معاها وكتفوجوا عليها احكي لنا سنه. السلام عليكم بعدا احنا اول مره كانت تصل واحد الناس بالاخت شيماء باعتبارها هي عندها اسوسياسيون جسور وانا خدامه معها كاتب عام من تواصلوا معها قالوا لها واحد الحاله ديال واحد السيده اللي انها في الدار ما كيطلع عليها حتى شي حد كانوا خايفين ان الله يستر تخمج لها ديك الحرقه وجارها خاف عليها بزاف اول حاجه انا درت كنت هضرت معاك انت ناديه قلت لك راه واحد الحاله انسانيه وهادي حيت السيده ما عندها لا معيل لا معين مسكينه كتعيش غير وحدها حتى شي حد ما كيطلع عليها ولبيتي النداء وشكر خاص ليك والله شكرا بزاف وكان هذيك هو نقطه البدايه ديالنا في العلاج ديال الام ديالنا حاده بحيث ان داك الدكتور حمزه ازدي الله يجازيه بالخير والله يعطيه ما تمنى شاف الحاله في اللايف وتواصل معنا وتكلف بها يوميا كنجيو معاه يوميا كيجي كيداوي ليها قرط لها داكشي حيد لها كاع داكشي اللي كان الفوق كانت عندها الماء وداكشي لدرجه كيبزز عليها الدواء ما كتبغيش تشربو كتجيها الكينه كتجيها كي كتجيك تجيني حاره ولكن تبغي تصرف لك مكراز كاع ما كتبغيش تصرط لها واحد المره وراها كيفاش قال لي غتقطعيها على جوج وتبقاي تصرطيها هكا عاد وراها المهم وكيجي يوميا مسكين كيخلي الخدمه ديالو كيدي بلاصه معنا من خر يبقى يعني كيكون خدام بنهار وكنضطروا نجيو في الليل ملي كيكون خدام بنهار ملي كيكون خدام الليل كنجيو بنهار والحمد لله كما كتشوفوا امي حاده راه صحات هذاك النهار ما كانتش كتقدر تجلس بالمره وكانت حاله دابا غير ما نقدروش نوريوكم راك عارفين المشاهدين ولكن كون وريناكم دابا الحقه وكانها لم تكن بقات غير واحد شويه ان شاء الله غادي تولي لاباس واحد البلاصه لا باش وريهمش امي حاده لا راه حنا في الكاميرا دابا على المباشر هذا مسبرين حنا شفناها بقات لي واحد البلاصه
أيه. الحمد لله اللي بقيتي تجلسي. وكنبغي نشكر من هاد المنبر الاخ والطبيب ديالنا اخ كنقولوا ليه حنا الاخ الدكتور حمزه ازدير على المعاناه اللي عانى معانا حنا كجمعيه بحيث كيديبلاصا معانا بقى عند بزاف المرضى في اطار المبادره ديال صافي براس في اطار المبادره اللي كنا اخذينا على العاتق ديالنا ان اي شخص كان محتاج لينا والا نلبيو النداء ديالو ونساعدوه. كنجلسك سي بلاتي، حنا دابا كنصورو غير سي بلاتي ونعاودو بلاتي وما هكذا. وكنبغي نوجه ليه الشكر وكنبغي ناكد على انه ماشي هذه هي اول حاله اللي غادي يتعامل معنا فيها، كاين بزاف الحالات من الحاله ديال الجمعه واحد السيده اللي كتعاني من مرض السرطان، عندنا حاله في ولد عزوز، عندنا حاله في بونوار نيت، وعندنا نفس الطبيب هو اصلا كيقول لنا اي حاله كانت هكا يعني من الطبقه الهشه اللي محتاجه انها تعالج ولا هذه ديما كيلبي النداء. وزي بغيت نفكرك حتى في الحاله ديال بجنيبه على ما اظن اللي كنتي درتي فيها اللايف، كانت كلفلاتها بالتحاليل ديالها، المرأة اللي عندها كان عندها القلب على ما اظن ياك، نعم كانت كلفلها باللي زاناليز ديالها ونعاسه في لوبيتال وداكشي، وهادشي كامل كنشكروا عليه وكنقول ليه مزيد من العطاء والنجاح في المشوار العملي والعلمي وبالتوفيق، وكنبغي نشكره بزاف. هذه الكلمه للاخت شيماء، وشكرا لك سيدتي ناديه، ومن هذا المنبر كنعاود نشكر الدكتور حمزه ازدير. تحيه ليك وللدكتور حمزه، مرحبا حبيبتي. السلام عليكم، معكم شيماء رئيسه جمعيه جسور للمراه والطفوله. احنا اول مره فاش اتصلوا بيا على قبل المحاده فاش جينا شفنا اول كانت حاله كتقطع في القلب، وشفناها في هاد لاج ديالها وكتقول لينا اول حاجه كتقولها لينا اللي شي حاجه واحد الكلمه اللي ما مشاتش ليا من بالي، كتقول لينا انا ما عنديش وليدات، انا ما عنديش اللي طلع ليا، انا بوحدي. هذه اصعب حاجه هو انك تعيش بوحدك، هذا بوحدو هاجس، ما تقدرش يعني ولو يعطوك الملايين في الدنيا ما تقدرش تعيش بوحدك، هذه بحد ذاتها راه مرض وصعيبه بزاف. هاد الكلمه اللي اثرات فينا بزاف، ومن داك النهار قررنا انا وسناء ولات كتقول لي ولينا كنقولوا لها امي حاده في اي وقت، يعني اي وقت كنلقاو كنزوروها، ولدرجه ان الطبيب يعني مني شاف اللايف وداك الشيء تواصل معاه وداك الشيء، وتا هو الصراحه ولا دائما يعني شي مرات حنا ولو ننساو ولو نكونوا خدامين ولو، لدرجه انا السيمانه اللي فاتت كنت مريضه واتصل بيا الطبيب وقال لي انا جاي نشوف امي حاده، قال لي الا كنتي ما مريضه الا كنتي انت مريضه ماشي مشكل انا غنمشي نداوي ليها ونمشي. ما كانش كيتاخر في اي يوم الدكتور حمزه ازدير، ما كانش كيتاخر، النتيجه بانت الحمد لله، لدرجه ان كان شي مرات كيخرج يعني بحكم الخدمه ديالو كيخرج معطل في الليل، وكنقول ليه ماشي مشكله دكتور اليوم حتى الغدا ونمشيو عندها خرجتي عيان وكذا، كيقول لي لا ما نقدرش انا واعد تعطيتها وعد وهي بوحدها وضروري خصها تبرا، ما يمكنش هذاك واجب انساني، وكنشكره يعني بزاف. كان متبع يعني بقلبه، يعني انا كنشوف ولو دكتور كنتي خلصتي ما كانش غادي يدير معاك داكشي، كنشوفوا حنا دابا في هذا اليوم ان كنمشيو لمستشفيات خاصه ما كتحضرش بداك الاعتناء، يعني عاد ان الطبيب يخرج من العمل ديالو ويجي عندك في الليل وحتى للدار ديالك، ويعني فريمون وصراحه وكانت تجلس معاها حتى يعني كنبقاو داوين معاها لدرجه هي حياتها كانت بوحدها وداكشي، لدرجه حنا دابا كنحسوا براسنا حنا ولينا محتاجين اننا نجيو نجلسوا معاها حيت هي مرأة طيبه وكلشي. انا شفتها هذا فرحات بك والله، وشكر خاص ليك انت اختي ناديه، ما يعني اول ما لبات ليها سنه فاش عيطات لها في التليفون حتى هي ما تاخراتش، رغم ان كانوا عندها بزاف الالتزامات، وقالت لنا مرحبا انا غنمشي معاكم عندها، وكنشكروا السيده حتى هي اللي اتصلت بينا وقالت ليها ما تهزيش امي، قالت لنا قول امي حتى ما تهزش هم الماء والضو انا غادي نفكها منهم، وفريمون هي دابا راه خلصات ليها الحمد لله، صيفطنا لها الورقه ومسات خلصات ليها وقالت لنا غادي نخلص ليها كل شهر، وكنتمناو ان شاء الله يبانو عندها هي امي حاده امراه قنوعه ما كتبغي حتى شي حاجه من الحياه. فاش كنسولها شنو بغيتي كتقول لنا انا بغيت غير يجيو ناس يطلعوا عليا ويكونوا بحال الابناء ديالي، ما كتبغي والو، يعني فريمون صعيب في هذا الوقت اللي ولاو عندنا الماديات وما اهم حاجه، صعيب تلقى ان ناس ما باغين والو، باغين غير ناس يجيو يطلعوا عليا. بصح لا والله حنا محظوظين باش تعرفنا على هاد الام، وكنتمناو ان شاء الله الدواء وداك الشيء. كانت قالت لينا عندها بروبليم في عينيها، وواعد الطبيب قال ليها بلي ملي غادي تصح هو غادي يديها للطبيب ديال العينين وان شاء الله غادي يشوف ليها العين غادي يداويها لها وداك الشيء،
والصراحة يعني كنشكرو بزاف الطبيب حمزة أزدير على هاد المبادرات اللي كيدير معانا بزاف، عمرو ما بخل علينا في أي اتصال الصراحة، في أي اتصال عمرو ما قال لينا كترتو عليا ولا هاد الشي بزاف، في أي اتصال كنعيطو ليه كيقول لينا مرحبا، وإلا ما كانش عنده داك الدواء كيقول لينا وريوني أقرب الفارماسي كيدوز كياخد داك الدواء من مالو الخاص، كان لدرجة كانوا شي تحاليل كيقولنا ماشي مشكل سيروا اللابوراتوار شوفوا شحال، ولا بغيتوا تمشيو مع السيدة لا ما كانش مسالي وأنا غادي نخلص دوك التحاليل. صعيب عرفتي، شكرا بزاف الدكتور حمزة أزدير، كنتمناو ليه المزيد من العطاء وكنتمناو ليه التفوق في المسار الدراسي ديالو، وعلاش لا نشوفوه إن شاء الله، يعني بغينا نشوفوه مندوب ديال المصحة كبيرة في المغرب، يستاهل أن واحد النهار نشوفوه وان شاء الله، وكنتمناو ان الاطباء الاخرين حتى هما ياخذوه كعبره ويوليو حتى هما يديروا هاد المبادرات، وحنا فخورين بالعمل الى جانب الدكتور حمزه ازدير. وشكرا اختي ناديه، انت والله يوفقك، ما عمرك ما تخليتي على اي واحد كيتصل بيك كنلقاوك كتلبي المبادره. شكرا. بغيت نقول بالله امي حدر ما كتقولش عندها جوج بنات واللي هو الطبيب، كتقول عندها ثلاثه البنات واللي هو ولد. شكون هو الولد؟ بسميتو حمزة. حمزة حمزة وثلاثة البنيقات الله يخليهم لك ربي ويبقاو مطولين معايا في البيت. شكون هاد ثلاثة البنات؟ هما حدايا. أنا حتى أنا بنتك. وحتى أنت بنتي. مالك حفظك أمي حفظك. ديك النهار قلنا ليها نادية راه عند بنيات، قالت لك ولا كانوا بنيات راه في يدي ياك؟ كلشي بناتي. الله يحفظك أمي. وهذاك الولد اللي تيجي معاكم هذا حمزة تا هو ولدي. ما جيتو عندي عبغيتوني وعشقتوني باش ربي سخرنا لك. ربي اللي سخرنا لك امي شتي ربي. ربي اللي سخرنا لك، كنتي عايشه بوحدك وكتعاني بوحدك وتحرقتي بوحدك وجالسه كداوي بوحدك بالبوماده. ملي تكبت الجلسه ملي درتوك درت الجلده كيف في يدي، ملي حيت الجلده في العشيه عطاتني الصداع، قلت غادي تبرد الصحه. قالت لك في الاول كانت كتامن امي حاده ان داكشي ديال الناس ديالنا القدام البخان وداكشي، ولكن من بعد دابا قالت لك كلشي شنو؟ كلشي على الطبيب وعلى الدواء. قالت لك الدواء والطبيب. ما كاينش ما خير من الطبيب والدواء. نعم. داك بخ اللي كان بخ لك شد اللي كان شد. علاش يعاود الخير امي؟ ربي اللي يدعي معاكم ماشي انا، ربي اللي يدعي معاكم. تطلبي معنا الله. انت وهذه رجال البلاد. ما جيت وهذا سيدنا جبرين هذا راه جامع حدايا. وربي معاكم أبنتي. آمين. جيتوا عندي وفرحت بيكم وبغيتكم. شنو كطلبي دابا مونتي؟ كنطلب ربي يفاجي عليا وعليكم. وربي ينبهنا للدين والصلاة. آمين. وربي ينبهنا للمعقول. آمين. وما داك الشيء ما فيه ما يدير، المعقول والصلاة والدين. وهاد السيد عطاني هاد الدويرة قال لي مخلوا هاديك السيدة حتى تقنع ولا تموت. الناس اللي قالوا لي معوق. ناس اللي قاش حيلتي راك شتا في التصويره لقيت واحد. لقيتي واحد كاين الله كاين الله وربي سخر لك سخرنا ليك وربي هانتما والله الا ربي سخركم لي كنتي. نعم والله الا انا مزيان. صافي دابا الطبيب راه ما بقاش يجي عندك امي حاده. علاش؟ بغيتي يبقى يجي عندك؟ قال لها غديك تعشاي في خريطه. قال لك غديك تعشاي؟ تنصح تنصح. اشنو قال لك؟ شنو قال لك؟ قال لك نديك تعشاي نديك عندنا وتشوفينا ونشوفو. ورا هذا فعلا ولدك راه ماشي ما بقاش غير طبيب. ما بقاش على الطبيب، تنصح وتنجي لاباس تمشي للحمام. كيجي يهزك بالطوموبيل ويديك تعشاي. عاد يديني وعاد نشوف انا عائلته ونشوف والدي ونشوف. غيديك عند والديه؟ اي سبحان الله. قال لي مرحبا بيك. نجي ونشوف عائلته ونشوف والديه ونجي عندهم ويمشيو عندي. ما شاء الله ما شاء الله. ولست فين الخير. بصح ما عرفتش اش كاين. نعم. والله ما عرفت اش كاين، لا نتوما ولا هما، لا مرت كيما قالك الله يستر وسط من بكا راه يديوني للسبيطار، يجيو يطلعوا عليا، يجيو يشوفوني. نعم ربي اللي سخر اللي سخروا ليك راه إيوا فعلا يكون بك. نعم. شكرا اختي ناديه بزاف، نخلي لك الكلمة. نعم. فشفتوا مشاهدي قناة شوف تي في الطريقة باش كتهضر أمي حادة العفوية، العفوية، يعني سبحان الله ربي سبحانه وتعالى سخرنا ليها جميع. حتى نتوما مشاهدي قناه شوف تي في اللي بارطاجيتو، حتى نتوما راه ربي سخركم ليها، لان بالبارطاج ديالكم المباشر شافو الطبيب،
بالبارطاج ديالكم المباشر شفتوا السيده اللي تكلفت بالموضوع قالت لها هناك الله ممتي من الموضوع. هي فهنا مشاهدي قناه شوف تي في، ربي سبحانه وتعالى سخر لها الطبيب فيه الانسانيه. شكرا الدكتور حمزه اسدير لهذه المهمه، هذه حسستيها فعلا بانك انت ولدها وكتقولها دابا، وعدتيها ما بقاش يعني غير عالجتيها صافي وقطعتي الصله، قلتي لها مازال مهمتي غادي نجي وغادي نديك بالطوموبيل ونديك تعشي وتعرفي على العائله ديالي. سبحان الله، يعني عندما تجتمع الانسانيه بشي عمل نبيل. فشكرا لكل واحد بارطاج المباشر ديال المحاضره. شكرا للبنات يعني سناء وشيماء، شكرا لكم البنات انتم الله يفرحكم داكشي اللي بغيتو في خاطركم. شكرا لكم متتبعي قناه شوف تي في، شكرا لاي واحد ساهم مع محادة، شكرا لاي واحد بارطاج المباشر ديالها. الى هنا مشاهدي قناه شوف تي في كنجيو لنهايه هذا البث المباشر من نواحي مدينه خريبكه، حنا بالضبط في بولا نوار اللي كتبعد على مدينه خريبكه بخمسة كيلومتر. كنتمنى يعني الدكتور حمزه اسدير يكون قدوه لكاع الاطباء وتكون فينا الانسانيه، نوقفوا مع الواحد. فكما قالت قبيله شيماء كتمشي كاع لمصحه وكتعطي فلوسك وربما ما كتلقاش داك التعامل وداك الحنان. فشوفوا خوتي، شوفوا خوتي يعني بحال محاده ما كانت باغا والو، بغات الحنان سبحان الله، بغات الحنان لقاتو والقنعه، قالت القنوعه قنوعه سبحان الله. الله يرزقك يا محاده الصحه والعافيه يا رب، على سلامتك اللي تشافيتي. شكرا لكم مشاهدينا، بسلام عليكم.